إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة، جزء مثلا، وأخطأت خطأ، أو نعم وهذا السفر، يعني أنت نعم 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 على فكرة ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ، أنا يعني يذهب مع، وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه، نعم نعم هو يسافر يعني سفرا طويلا تخيل حتى أنني يحفظ. كنت أذهب إلى الشيخ في ومطر نصف القرآن الأول كم يوم؟ كم يوم؟ كم يوم؟ 3 أيام. 3 أيام في الأسبوع. 3 أيام فقط. كنت أتحايل عليه، كان أول يوم يومين فقط. تحايلت عليه محايلة شديدة ليذهب إليه 3 أيام، وكان يوقفني على معاني شديدة. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط. 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 هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة. والله كان يفعلها. الله أكبر. في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا. نعم. ولكني سمعت أنك عفريت شوي. الحمد لله ربنا ألعب علي. نعم. هو شال مني البصر سبحان الله، والحمد لله وعلى هذه النعمة. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي البصر. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة، فيخفف عني بعض من العذاب. وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن؟ فعسى أن يخفف عني، فالله يدخل من يشاء في رحمته. ولكنه أنعم علي بالقرآن، وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي، أذهب وحدي فقط وليس معي أحد، ولكن أبي يخاف علي. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ الحمد لله على كل حال. ما شاء الله يا شيخ معاذ، أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم. نعم. ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله: ما أغلق الله بابا لعبد لحكمة إلا فتح له بابا. يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنك أنت فقدت البصر؟ لا لا لا، في كنت هنا في، يعني البعض يشعر بنقص. في الصغر كنت أغضب، لن أكذب عليك. نعم. كنت أغضب أحيانا، لكن الآن الحمد لله لا أغضب، فهذا قضاء الله وقدره. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة. نسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوس. اللهم آمين. فرت همومي وانشرح قلب مهموم، لما تليتك كل الأحزان فرات. يا محكم القرآن يا مسك مختوم، أنفاسي من دونك أبد ما استقرت.